رح نبدأ أكيد صباحنا لليوم لنضوي على مهرجان أقيم بقلعة دمشق مؤخرا بمشاركة عدد من الفرق الفنية من مشروع أثر التنموي. لهيك بيسعدنا نرحب بفريد عبدو متطوع بمؤسسة سواعدنا بتجمعنا وإياد شكير مسؤول التخطيط والتنظيم في مشروع أثر التنموي. صباح الخير يا شباب، أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. رح نبدأ معك فريد، بنعرف أنه هذا المشروع هو بالبداية دعوة من سواعدنا بتجمعنا وبالشراكة مع أثر التنموي، تحكي لنا أكثر عن هالمشروع. هلأ بحب أعرفكم عن حالي، أنه أنا من جرح الجيش. أهلا وسهلا. شكرا لك. أنا مسؤول تنظيمي بمؤسسة سواعدنا بتجمعنا وبمشاركة أثر التنموي. نحن عملنا مهرجان قلعة دمشق، تضمن فيه أنه عملنا ورشة دمج بين أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهرجان كان أنه يعني هي ورشة دمج و تجمع عدد من السوريين. أيوة، وأطفال أبناء الشهداء. والمؤسسة وعدنا بتجمعنا بإدارة المدام نادية الرفاعي، والمهرجان كان بيبدأ من 9/7 وبينتهي ب20/7، وكان موجود معنا يعني فرق فنية. خلينا بما أنه حكينا عن هاي الفرق ننتقل لك ونعرف شو دوركم كان بالمشروع. تماما. هلأ أنا إياد شكير من مشروع أثر التنموي. مشروع أثر التنموي كان له أكثر من دور بهذا المهرجان، من بداية أول يوم بالمهرجان لنهايته كان دوره تنظيمي، لكن اليوم الأخير اليوم الختامي كان هو يوم النشاطات، واليوم اللي كثير تحضر له بالنسبة لنا يعني وتعبنا عليه. كان في عنا مسرح تفاعلي، أنشطة تفاعلية للأطفال. طبعا مثل ما بتعرفي انه الاطفال كل عمر معين له نشاطات معينه، صح. حسب كل فئه معينه، اطفال توحد لهم خصوصيات لهم يعني غير اي حدا ثاني. فكان في شويه تحضيرات لبين ما قدرنا يعني نجمع نشاطات بين تناسب الكل، كونه في ابناء شهداء وفي اطفال توحد واطفال تلاسيميا الى ما هنالك. نعم. فكان اليوم الاخير هو يوم النشاطات بالنسبه لنا. نعم. بما انك مسؤول التنظيم والتنسيق باثر التنموي، خلينا نحكي يمكن وقت انطرحت الفكره وصارت قيد الدراسه ومن ثم قيد التنظيم وبعدين التنفيذ، خلينا نحكي يمكن كيف كان في التنظيم بينكم وبين جهات اخرى، مع مين تم التشبيك، وكيف تم التحضير واختيار قلعه دمشق تكون هي الحاضنة للمهرجان. تماما. هلا بالبداية نحن تواصلنا مع المدام نادية الرفاعي، من هون بدي وجه لها شكر على جهدها بهذا المهرجان، عن جد كان جهد كبير يعني. كمان نسقنا مع مركز ملائكة الجنة، كمان بدي توجه بالشكر للمدام ميسم حصرية اللي هي مركز، هو مركز ملائكة الجنة، مركز أطفال التوحد، علاج أطفال التوحد، فكان عدد كبير من الأطفال من عندهم يعني. شبكنا معهم يعني على أكثر من صعيد مثل ما بيقولوا على المكان، تعرفنا عن طريقهم يعني على نوعية الأطفال الموجودين، وبالتالي هيك حضرنا مع بعض نحن كمشروع يعني، حضرنا لهي النشاطات مع بعض لفترة طويلة يعني تقريبا من أول المهرجان لآخره، ونحن عم نحضر لليوم الأخير. هلا قبل بكم شهر كنا عم نحضر للمشروع بذات نفسه، كونه المشروع انطلق تقريبا بأول أيام العيد، فتقريبا من 6 شهور نحن عم نحضر لانطلاقة هذا المشروع. يعني وقت كبير. كمان خلينا نحكي فريد عن تجربتك الخاصة، يعني باعتبار حضرتك كنت من أبطال الجيش العربي السوري، وبعد الإصابة حبيت تشارك يعني وأنك تكون موجود وناشط بالمجتمع، نحكي عن هاي المرحلة وقديش يمكن سواعدنا لبعض كانت هي فرصة لأنك ترجع تقدم شيء للمجتمع. نعم، أنا يعني حبيت أتطوع بمؤسسة سواعدنا بتجمعنا انه مشان يعني قضي وقتي يعني وقدم شيء لهالبلد، قدم شيء لهالبلد والاطفال الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصه. وبقى انه بمهرجان سواعدنا بتجمعنا اللي صار بقلعة دمشق، انه قدمنا شيء للاطفال، انه جمعنا الاطفال ابناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصه مع بعض وقدمنا لهم يعني الفرحه، و يعني علمناهم مثلا الرسم، الشغلات نعم يعني
يعني يعني كان في نشاطات كثيرة. نعم. ومنها كان يا إياد في مشاركة بالخط العربي والأشغال. نعم. اليدوية. تمام. والرسم مثل أيوه. ما ذكرت. مزبوط. خلينا هيك نغوص أكثر معك يا إياد. كان في بالمهرجان يعني أكثر من حدا اشترك بهذا الموضوع، شوية فرق تطوعية، المعهد الفني، يعني في كثير أشخاص يعني فنيين اشتركوا لحتى يكون في هاي النشاطات اللي عم تحكي عليها أنت، النشاطات الفنية للأطفال. نحت، خط عربي، كثير شفتهم عم يشتغلوا شغلات حلوة يعني كأطفال توحد، شيء غريب أنك تشوفي منخرطين بالمجتمع بهذا الشكل يعني. فكان كثير شيء حلو. طيب هون خلينا نحكي عن خصوصية هاي الدمج، يعني كمان انك تجيب بعض اللي بيعانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتدمجهم مع اطفال عاديين، كمان هاي بدها دراسة، يمكن بدها اخصائيين. أكيد. كيف تم التعامل؟ نحكي عن هاي المرحلة. اكيد هلا اطفال التوحد مثل ما حكيتي انه لهم يعني خصوصيات معينة لهم، لكن اطفال التوحد هدول كانوا يعني تقريبا مؤهلين فيك تقولي بمراكزهم، يعني في مدربين متواجدين دائما معهم لحتى وصلون لهي المرحلة اللي هي صار فيها الدمج. يعني إذا تسمعي طفل توحد أنت بعدها بتشوفي طفل توحد موجود مع طفل عادي، بتشوفي التفاعل اللي كان موجود، ففورا حتشوفي الفرق أنه أكيد هذا كان مهيأ، يعني مو فورا إجا هيك لهذا المكان. صح. فريد، يعني أنت من الشباب السوري أو نموذج للشباب السوري بامتياز. شكرا. يعني برغم إصابتك أنت اخترت أنك أنت تكون بمكان الصح، بمكان تكون قدوة إلى غيرك، يعني وخاصة كمان في أبناء شهداء، في ناس عانوا من الحرب وفي أطفال، كيف عم تكون أنت قدوتهم أو كيف عم تقويهم أو تعطيهم دروس للاستمرار بالحياة؟ لأن احنا بالقلعة حاولنا قدر الإمكان أن نجمع أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات. تعذبنا أول كم يوم معهم، بعدين أنه شفنا أنه تعاونوا مع بعض، حبوا بعض، يعني ارتاحوا مع بعض كمان، وغير هيك أنه يعني قدمنا لهم معنويات يعني لحتى يستمروا لقدام وينسوا الماضي والحرب والشيء اللي صار يعني. نعم. وشاركت كمان معنا فرق يعني بالقلعة، منا فرقة لامار للفنون المسرحية، فرقة شغف حضروا معنا من اللاطقية كمان، وبوجه شكر كمان ل شو اسمه، لكل حدا مشارك مشان ما ننسى الاسماء. لا شو اسمه، هاي مستقبل، معهد المستقبل كمان لذوي الاحتياجات الخاصة. وشكر كمان لكل يعني كل اللي شارك معنا كمان. من طيب. ضمن الشباب اللي كانوا أكيد منسقين أكيد معنا كل الشكر يعني. لكل حدا عم يقدر يقدم شيء رغم هاي الظروف. نعم. إياد، خلينا نحكي شوي عن أثر التنموي وأهم النشاطات اللي أنتوا أساساً بتعملوها بالجمعية. تماماً. مشروع أثر التنموي مثل ما خبرتك إنه هو انطلق بأول أيام العيد من فترة قريبة يعني، لكن قدر يوصل لمراحل متقدمة كونه في عنا ميزة حلوة نحنا أكثر من غيرنا. مشروع أثر التنموي كل عضو فيه أكاديمي متخصص، يعني أعضاء قسم الإعلام هن إعلاميين، أعضاء قسم العلاقات هن طلاب علاقات يعني كمان أكاديميين، كل حدا موجود بأثر التنموي هو أكاديمي بالقسم اللي هو موجود فيه، لهيك قدرنا بهذا المشروع يعني نتقدم بسرعة، يعني التخطيط والتنظيم كان أسهل علينا كونه كل حدا عارفان شغله أكثر من باقي المشروعات، يعني بتلاقي إنه مثلا طالب طب موجود بقسم تاني ما بيختص فيه وهذا الشيء بيصير خربطة يعني. نعم. تمام. فمشروع أثر تنموي كان عم يتحضر له تقريبا من 6 أشهر قبل أول أيام العيد، كان عم نتدرب يعني، أخذنا أكثر من كورس تدريبي مع أكثر من مدرب كمان تطوعا يعني، كمان أشخاص متطوعين حبوا يساعدونا، فمثل كمان ميسم حصرية المدام كمان قدمت لنا دورات لأطفال التوحد، ولسه في دورات كمان جاية مع الأيام، ففي كتير يعني أمور عم يتحضر لها كان لحتى بلشنا بهي الانطلاقة. نعم. نعم. فريد، يمكن كتير من الجمعيات، كتير من المؤسسات، كتير من الأعمال التطوعية ولدت وخاصة بالظروف يلي مرقت فيها سوريا، ولكن كل حدا له خصوصية وكل حدا له هدف بيحب يقدمه اليوم، ومن خلال الأنشطة يلي عم تقدموها بسواعدنا بتجمعنا، خلينا نحكي شوي عن أهم الأهداف، عن أهم الرسائل يلي بتوجهوها من خلال فعالياتكم. هلا نحن يعني اهم اهداف جمعيه سواعدنا بتجمعنا مثل ما قلت لك انه نجمع وندمج ابناء الشهداء مع ذوي الاحتياجات الخاصه
وهالشيء يعني انه له اثر كبير يعني بالمجتمع. نعم. انه نجمع اطفال مع بعضهم. ونحن ان شاء الله عندنا كمان فعاليه ثانيه بطرطوس كمان بعد فتره ان شاء الله. والختام هلق ما راح الختام بعد فتره كمان راح يصير بقلعه دمشق. وراح يحضر شخصيات مهمه ووزراء مهمين كمان يعني. وراح يكون مهرجان يعني على العالم ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا ان شاء الله. خلينا نرجع لك اياد ونحكي شو الشيء اللي عم تحضروه بالقريب العاجل. شو في تحضيرات؟ شو في يمكن خلينا نقول برامج حابين تشتغلوا فيها سواء تنمويه او حتى مجتمعيه؟ تماما. هلا بالفتره الجايه في اكثر من مشروع مطروح حاليا يعني وعم ندرسه تقريبا. هلا بالفتره القريبه يعني قبل شهر يعني من هلا حيكون عنا نزلة على مدارس تقريبا 4 أو 5 مدارس بدمشق. حيكون عنا حملات دعم نفسي لهي الأطفال. طبعا أنا نسيت لكم شغلة إنه نحن النشاطات اللي دائما عم نستعملها عم تكون نشاطات هادفة. يعني أي نشاط عم يكون مدروس دائما وله هدف معين يعني من تنفيذه. فما في نشاط فقط للضحك يعني أو للدعم النفسي فقط. دائما في معلومة لتوصل للطفل يعني من توصل طبعاً. ماديا يعني توصل لعنده. ملموسة تماما. فحيكون عنا نزلة على 4 أو 5 مدارس بمدينة دمشق. بعدها تماما حيكون عنا ورشات عمل بجامعة دمشق إن شاء الله لطلاب جامعيين يعني. بتختص هاي الورشات بالتنمية البشرية يعني. فنحن عنا أكثر من مدرب بمشروع أثر التنموي. مدربين ومدربات إن شاء الله حيكونوا معنا بهاي الورشات ونقدر نعمل شيء مهم ان شاء الله يا رب. اكيد نحن ناطرين كل جديدكم. شكرا اياد. شكرا فريد. كل الشكر لكم وعلى كل حدا كان موجود اما من اثر التنموي او من سواعدنا بتجمعنا. شكرا كثير لكم واهلا وسهلا فيكم. موفقين يا شبابنا. شكرا لكم. نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله على طول نجاحات قادمه وتقدروا تقدموا شيء. شكرا لكم.